اهلين وسهلين الغزالات، شخباركم؟ لاباس عليكم، هانيين. نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كنت دايزه من هنايا، دايزه من الطريق ديال المحمديه، ما بين المحمديه وبين سليمان، ودزت من حدا الشركه اللي انا كنت خدامه فيها. هي هذه الناس ديال بن سليمان غادي يعرفوها، كان سميتها وباها 33. والصراحة دوزت فيها ذكريات وذكريات، وانا نقول راجلي والله حتى غدا ننزل غدا نسجل هنايا. قلت لي خليني نسجل هنا، هاد نتفكر ايامات كنت كنطلع، كنت كنخرج من هنا، كنخرج مع تقريبا ديك السبعة كان كيكون الظلام في الوقت ديال الشتاء بحال هاد الوقت هذا، وكنت نستنى الطوبيس، وباش مرة الطوبيس كيتعطل. وهنايا راكم عارفين، هنايا راه مقابله مع الغابه، راه ما كاينش هنايا، ما كاين لا ضو لا حتى شي حاجه، الظلام. وشي مرات كنبقاو واقفين نتسناو، عاد ملي كتكون الشتا كنتمحنوا وكنتكرفسوا. والحمد لله دازت وعدات، الحمد لله. شوف راجلي كي جاي وكيشطح. وقلت لراجلي، قلت لي راه هاد البلاصه هادي كنت خدامه فيها، وشرحت لي وقال لي والله انت غتنزلي. انت بطله قسما بالله، بطله انت بطله. ولكن عرفتي شحال كنا كنتعذبوا هنا، ولو العذاب اللي يجيب لي الخير. الحمد لله، صح ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله. وكل شيء عدى وكل شيء داز، والله لك الحمد، وربي عودنا الحمد لله. يعني الانسان يصبر، شوفوا شتي الصبر راه هو مفتاح الفرج. كاين اللي ما كيقدرش يصبر على واحد الحاجه، كيقول لك لا وفيها تمارة وهذا وما غاديش نقدر عليها، كيبغيو شي حاجه تكون سهله. ولكن كاين الناس اللي مساكن كيتعبوا ويتمحنوا، في الاخير كيوصلوا. ياك ولا لا؟ ياك، صحيح ولا لا؟ وقلت لراجلي والله عرفتي ملي حكيت ليه، هو يقول لي والله حتى غتنزلي وغتكلمي على هذا الموضوع، هذا عجبو الحال. ايوا هذه هي القصه، وقلت غنشاركها معكم، علاش لا؟ يلا تهلاو ليا فريوسكم، والله يحفظكم جميعا كلكم، كنموت عليكم ولايكات. وشنو اخر عمير؟ متابعه وجرس تنبيهات وداك الشيء، وداك الشيء هذاك الشيء، كسكريسو. المهم ما تنساوش الاشياء الزوينه كلها، وشكرا على التعاليق ديالكم، وسمحوا لي الا ما كنجاوبكمش في انستغرام، حيت كيرسلوا لي بزاف منكم في الانستغرام كنجاوب علاش ما قديتش. راكم عارفين دابا والله القسم، وليت متقله، وليت كنخرج هكا كنتمشى، حيت قالت لي الطبيبه بقيت خرجت تمشي بزاف. والله القسم الا كنحاول ما نقطعش عليكم، لان بزاف كيقولوا لي ما تبقايش تغبري علينا. انا عارفه راسي راه مقصره في حقكم الصراحه، ولكن نبقى نطلع عليكم واخا غير شويه، واخا غير لقطات، ما نخليكمش بلاش. تهلاو فريوسكم، والله يوفقكم، كنواعدكم ان شاء الله نهار نبغي نولد غندعي معاكم كلكم. الله يوفقكم، باي باي.